في ليلة من الليالي العادية سنة 1925، التليفون بيرن، مكالمة من مصر. ألو، مين؟ معاك فلان الفلاني وعايزينك تيجي تحيي ليلة 40 في القاهرة. يرد الشيخ: بس انتوا في مصر عندكم والشيخ رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والشيخ طه الفشني، عايزين نجي ليه؟ الراجل رد وقال له: يا سيدي احنا حرين. والمكالمة خلصت، وهنا ابتدت حكاية الشيخ مصطفى اسماعيل. راح الشيخ مصطفى اسماعيل يحيي الليلة في القاهرة، وربنا يفتح عليه في التلاوة ويتجلى. وكان حاضر في اليوم ده الشيخ سيد موسى، ملحن كبير ومهم. يقوم بعد ما الشيخ مصطفى يخلص تلاوة يقول وسط الناس: اسمعوا يا مصر. الراجل ده لسه ما قلتش حد، اللي احنا سمعناه منه دلوقتي ما سمعناهوش قبل كده، خامت صوت كويسة جدا، وان شاء الله له مستقبل كبير. يرجع الشيخ مصطفى على طنطا وهو سعيد جدا، وبعد اسبوع تجيله مكالمة تانية برضو عشان يحيي ليلة 40 في القاهرة. بس المرة دي بقى يروح يلاقي كل مشايخ مصر قاعدة عشان تسمع الشيخ اللي جه من طنطا الاسبوع اللي فات، وكله بيتكلم عن حلاوة صوته، وتقاله في اليوم ده انه لازم يشترك في رابطة قراء القرآن الكريم، وبالتالي يحضر كل مناسبتها اللي منها احياء مولد النبي عليه الصلاة والسلام في جامع الحسين، والإذاعة بتبقى موجودة في اليوم ده عشان تنقل الاحتفال على الهواء. راح الشيخ مصطفى وكان هو اللي هيبدأ أول تلاوة في الاحتفال. الليلة دي يقرأ فيها تلاوة قرآنية من أروع ما يكون. مين بقى كان بيسمع في الليلة دي؟ مراد باشا محسن، ناظر الخاصة الملكية. طبعاً تاني يوم الغربية كلها بتسأل فين الشيخ اللي كان بيقرأ امبارح في الحسين، وبيتصل مراد باشا يطلب يقابل الشيخ ده. وراح له الشيخ مصطفى تاني يوم، كلمة من هنا على كلمة من هنا، مراد باشا محسن قال له: أنت لازم تيجي مصر، ولحد ما تعمل ترتيباتك احنا عايزينك تيجي عشان احياء ذكرى وفاة الملك فؤاد ونكتب عقد بالكلام ده. وبعدها بقى هو المقرئ اللي بيحيي ليالي رمضان في قصر راس التين في اسكندرية. دخول الإذاعة لو كان شيء مهم عند اي مقرئ، عند الشيخ مصطفى اسماعيل كان مهم بس غريب شويتين، لانه كان بيشوف ان القراية ضروري تكون قدام ناس، عشان كده كان بيقعد ربع ساعة نص ساعة مثلا يستحضر الحالة اللي تخليه يبدأ قراية القرآن الكريم. ويمكن ده كمان لدور الناس والسميعة في تعليم الشيخ مصطفى. يعني في مرة مثلا واحد من السميعة وهو لسه بيبدأ قراية وبيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الراجل قال له: ما نفعتش يا شيخ، كانت عالية شوية. فكان دايما بيقول إن القراية عايزة مجاوبة، وإن الناس هي اللي علمته معاني المقامات الموسيقية. لما كان حد يقول له زود في البياتي في النهواند، فدايما كانت بتيجي من الناس. وكان بعدها يسأل نفسه: هو أنا عملت إيه بالظبط؟ لأن القراية عند الشيخ مصطفى حالة تجلي تامة بعيدة عن أي مؤثر، غير ردود أفعال الناس. في باحثة أمريكية اسمها كريستين، باحثة في التلاوات القرآنية، قالت إن أكتر شيخ كانت بتشوف ردود أفعال الجمهور عليه بشكل كبير جدا والناس بتقول الله وتاني يا شيخنا، كان الشيخ مصطفى اسماعيل، اللي كانت قراءة القرآن بالنسبة له مش بس حلاوة صوت، لأ، مخارج الحروف والإلمام بقواعد التجويد والوقف والابتداء السليم. وساعتها لما تقول من أي مقام أي نغمة هتحلو لما الحروف تكون سليمة. البداية اللي ممكن تكون تقليدية لطفلة ولد في طنطا سنة 1905 وراح الكتاب، وفي يوم الشيخ اللي في الكتاب ما كانش موجود، والطفل اللي اسمه مصطفى اسماعيل قرى لصحابه والشيخ جه على الصوت وروح معاه البيت وقال لجده: ابنك ده هيكون مقرئ الملوك، حافظ عليه. وحصل فعلا، واللي زاد كمان إن الشيخ مصطفى اسماعيل بقى المقرئ اللي جذب كل فئات الشعب المصري.